بمناسبة الزيارة الملكية لمدينة فاس اليوم حلت البهجة والسرور على المدينة. اليوم غنسول رأي المواطنين على هذه الزيارة السعيدة من ملكنا محمد السادس نصره الله. خليكم معنا تشوفوا رأي المواطنين اليوم شنو الشعور ديالكم بهذه المناسبة السعيدة للزيارة الملكية. فرحانين بالزيارة الملكية. مرحبا به، مرحبا به، مرحبا مدينة فاس. عاش الملك، والله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا محمد بيه بالعائلة ديالو، والله يسخر له في ديك، الله يسخر له في الأمر ديالو، الله يسخر الأسرة الملكية كلها. عاش الملك ومرحبا به. عاش الملك وعاش الأسرة العلوية. نعم. الله يخليه لينا. بارك الله فيك. شكرا. ويلا تلقيتو مصادفة، شنو تقدروا تقولوا لي؟ نسلموا عليه ونعنقوه مرحبا به، الملك ديالنا مرحبا به. نعم. نعنقوه حتى حنا ونفرحوا به حتى حنا ونقدموا له وليداتنا ونقدموا له اللي عندنا في قلبنا كامل. نعم. مرحبا به. شنو الشعور ديالك اليوم؟ شي نهار كبير هذا اللي تيجي عندنا، والله زعما ما تتقدنا فرحه. هادشي اللي نقدر نقول لك. الا تصادفتي وتلاقيتي به شنو تقدر تقول لي؟ لا نقدر نقول لي هو الشباب ديال فاس، بان الشباب ديال فاس اختي راه ما كايناش خدمه. انا بعدا الواحد اللي تنهضر قدامك راه عندي جوج الوليدات اختي، هادي راه عام اختي ما ضربت فيها الضربه، وقسما بالله العلي العظيم هادي عام وانا تنقلب على الخدمه، يعني بغينا شي حاجه دائمه ودائم الله سبحانه وتعالى. هادي اللي تنقلبوا عليه، ما هذيك كونترا ديال شهر شهرين ثلاث شهور قهراتنا وتقهرنا، يعني تتخدمي شهرين وتجلسي عام، يعني حتى شي حاجه ما كاينه. وتنطلبوا من سيدنا يشوف من حالنا. هادشي لا. شكرا لك، ان شاء الله يكون الخير. فرحانين بالزياره ديال محمد السادس الملكونا، والحمد لله تايقين فيه ودايرين فيه كل شيء الحمد لله. إلا جابتك المصادفة وتلاقيتي بجلالة الملك شنو تقدري تقولي؟ نقول له اللي في قلبي، الفرحة اللي في قلبي كلها نقولها، الفرحة اللي عندي في قلبي كلها نقولها، لأنما هو ملك ديالنا. شكرا. هذه المناسبة السعيدة الزيارة الملكية، شنو الشعور ديالك اليوم؟ بالنسبة للزيارة الملكية ديال سيدنا الله ينصرو. نعم. بعد الإذن نقدم لكم الاسم الكريم راشد عادل من إقليم ولي يعقوب جماعة السبت الودية. نعم. إقليم ولي يعقوب. مرحبا بك. الله يرحب بكم الخير. بالنسبة لسيدنا احنا ما احنا شنو نقول لك؟ واحد الشعور كنحسوا به، بانما بالنسبة للزيارة ديالو لا في مولاي يعقوب اللي دار. نعم. وكنطلبوا منه انه يدير واحد الزيارة ملكية لسبت الودايا، بالنسبة للمنطقة ديال جماعة السبت الودايا. نعم. اللي منطقة الساقي ومنطقة اللي هي حساسة، انه في عدة مشاكل كتعاني بالنسبه لهذه الزياره الملكيه. راه القبيله ديال الجماعه السبتيه كلها مشتاقه لسيدنا الزياره. سيدنا والله ينصره، والله يطول عمره، والله من تعالى يحفظه بحفظ الله. وهذه المبادره اللي عطى انه ديال الدعم للمقاولات الصغرى والى اخره. انا عبد ربي من الناس اللي قدموا البروجي ديالهم في انطلاقا ان شاء الله، تنقولوا غنستافدوا حنايا الله في الدراسه دابا. وهذا الله ينصره والله يوفقه، والله من تعالى يعاونوا على من عداه. وشكرا. الشعور ديالك اليوم؟ احنا جد فرحانين الصراحه بالزياره ديال سيدنا، وكنتمنى ان شاء الله ديما تكون هذه الزياره، لان فريمون كنفرحوا مدينه كتعمر وكلشي صلاه النبي كيكون انيمي وهذا، ونتمنى ان شاء الله ديما هذه الزياره تكرر. الى جابتك المصادفه وتلاقيتي مباشره شو تقدري تقولي لي؟ واش غنقول لك؟ الله ينصرو بعدا ونقولوا له زعما المدينه ان شاء الله تزيد تبان كثار، وتشتغل فيها بزاف ديال المشاريع وهذا، وعاون ان شاء الله هذه المدينه تزيد تبان المدينه العريقه فاس، زعما راه ماشي مدينه زعما اللي هينه. والله ينصرو. الشعور ديالك اليوم بهذه الزياره الملكيه اللي حلت على مدينه فاس؟ حنايا فرحانين بقدوم الملك لمدينه فاس. نعم. وما نكرهوش انه يكون تيجي عندنا دائما، يعني كثرنا من الزيارات ديالو. ان شاء الله ان شاء الله. ولا تصادفتي معاه شنو تقدر تقول ليه؟ وكنبغيوه وكنتمناو انه ينضر لمدينه فاس، حيت شي شويه تنعيشوا يعني واحد اقتصاديا كاين ركود اقتصادي. نعم. مرحبا بسيدنا. نعم. والله يطول عمره، والله يزيد له في الرزاق، والله يزيد له في البركه. امين اللهم امين. والله ينصروا على الشعب يا ربي. امين. والله ينصروا على، والله يعاونه. هذا الشيء اللي كنعرف. كتفرحوا ملي كيجي؟ كنفرح ملي كيجي بزاف، كنفرح بو سيدنا هذاك راه. شنو كتمنى ليه من هذا المنبر؟ شنو كتمنى ليه؟ السعاده.
الخير والسعاده والهنا والله ينصروا ونصار هادشي اللي كاين. شكرا. بزاف الحب من ناس تفاس جلالة الملك نصره الله، كنقولوا له مرحبا بك والف مرحبا بمدينة فاس، وزيارتك دخلت علينا الفرحة والسرور، كنتمناو ديما ديما تهلا علينا بالزيارات الجميلة ديالك. شكرا لك.